عندنا هذا المركب الرياضي انحل في 2009 وما استغليناش. انا في 2017 وما كانش تغيير، ما كانش تغيير. رانا نشوفوا في هذا المركب فيه فساد، ما استغليناش حتى الاستغلال التام. رانا في 5 سنين ولا 6 مبلع، وحتى ولا المحيط الخارجي تاعه اماكن اللي يشرب الخمر، راه ولات الناس تدخل فيه هنا لداخل وراه بدا يفسد. كرياضيين احنا رانا نحاولوا باش نحاربوا هذه الافه. من ذاك النهار اليومين هذا تبلع، اصبح درك هذا اللي كنا نشوفوا فيه حنايا مركب كجوهره، اصبح درك نسمينا احنا مقبره. مستغلي هنا 20 نعم الامور المخله للحياه. مركب الرياضي الجواري التي اغلقت بسبب تقلبات جويه التي عرفتها المنطقه في سنه 2015. نحن في صدد اعداد استشاره بالتنسيق مع مصالح الاداره المحليه لولايه سعيده للتكفل باعاده تهيئتها وفتحها في وجه الشباب نتاع المنطقه باش يزاولوا فيها النشاط نتاعهم.